وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطنية. أين كان في استقباله سيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث استمع السيد الرئيس في البداية إلى النشيد الوطني. لسيد الرئيس تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التشريفات العسكرية، ليحيي بعد ذلك مستقبليه السادة قائد الحرس الجمهوري والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.